مشاهدي متابعي قناه الاهلي في كل مكان، اثناء رحله العوده بالميداليه البرونزيه للنادي الاهلي وفي الطريق للقاهره، معايا في هذه اللحظات طبعا احد نجوم النادي الاهلي حسين الشحات. يا حسين، الف مليون مبروك، انجاز كبير يضاف للبطولات الكتير اللي انت حققتها مع النادي الاهلي حتى في فتره صغيره كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. حبيبي امير، والله الحمد لله. طبعا يعني النادي الاهلي دايما بطولات ودايما تاريخ، فدي حاجه كبيره. دايما طول ما انت بتلعب في النادي الاهلي دايما كل ما تاخد بطوله، فدي حاجه كبيره جدا طبعا، فالحمد لله نعمه الاهلي. يعني البطوله دي تحديدا كانت صعبه، وقابلته فرق تقيله قوي، يعني الدحيل فريق قوي، البايرن كمان فريق قوي، بالميراس فريق برضو مميز جدا، والتحديد من الجانب البدني قدرتوا ازاي تتعاملوا مع البطوله دي وكلامكم مع بعض قبل البطوله كان ايه؟ والله بص، هبدا الكلام معاك ببدايه اللي هو كلامنا مع الـ على الـ من قبل البطوله. يعني فاحنا كان كابتن الشناوي كان دايما بيجتمع بينا واللعيبه كلها، كنا دايما بنتكلم ان احنا لازم يا جماعه نعمل حاجه، احنا ابطال، احنا الفرق كلها اللي موجوده دي ابطال، يعني سبع فرق الموجودين ابطال، يعني حتى الفرق المستضيفه بتبقى بطل برضه لان بيبقى بطل الدوري. فانت مطلوب منك ان انت لازم تعمل كل حاجه، لازم ان انت تعمل يا باشا كل حاجه، وان شاء الله ربنا يكرمك، ان شاء الله تعمل اللي عليك والباقي على ربنا طبعا. فالحمد لله يعني دي كنا احنا حاجه احنا كنا جايينها وعايزينها، اللي احنا نوصل للفاينل، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل قدرنا ان احنا نوصل نلعب على التالت والرابع، والحمد لله حققنا المركز الثالث. بس ان شاء الله يعني مش دوت برده اللي كان مطلوب، وان شاء الله الفتره الجايه السنه الجايه باذن الله نوصل تاني، ان شاء الله نوصل فاينل ان شاء الله. حققت كم بطوله مع الاهلي لحد دلوقتي؟ حققت بطولتين دوري وكاس وسوبر وافريقيا وايه تاني؟ مش كتير قوي، كتير ما مش عارف. حتى انت بقالك ايه، سنتين في الاهلي؟ بقالي سنتين عندي حوالي ست بطولات ولا حاجه. ما شاء الله، ان شاء الله اكتر كمان. بتفكر ازاي في الفتره اللي جايه مع الفريق وطموحاتك مع الاهلي ايه، خصوصا ان انت احد اللاعبين اللي كانوا حريصين قوي على الانضمام للاهلي؟ والله الحمد لله، يعني ان شاء الله الفتره الجايه مركز طبعا مع النادي الاهلي، اللي احنا ان شاء الله نبدا بقى خلاص، احنا خلصنا مرحله كاس العالم، يعني بقت قفلت من امبارح، بس طبعا احنا الفرحه طبعا لسه موجوده النهارده. خلاص هنروح بقى والاجازه وخلاص هتخلص، هنرجع بقى ان شاء الله نبدا مشوار الافريقي ان شاء الله، وربنا يكرمنا فيه نقدر نعمل حاجه ان شاء الله، ونبدا بقى من الاول بقى الحقيقه العشره ان شاء الله، بعد كده نبدا الدوري والسوبر لسه اللي عندنا، فطبعا في بطولات كتير ان شاء الله. جمهور الاهلي حابب توجه له رساله تقول له ايه، وهو دايما بيساند حسين الشحات حتى لو انت في بعض الفترات ما بتبقاش موفق، لكن هو ليه دور ايجابي جدا معاه؟ طبعا نادي الجمهور نادي الاهلي طبعا اعظم جمهور في مصر، يعني دايما ورانا ودايما ساند للعيبه كلها، ودايما ورا حسين دايما، وعايز منه الافضل. فبقول لهم ان شاء الله الفتره الجايه احسن واحسن كمان باذن الله، وان شاء الله طول ما انتوا ورانا، طول ما احنا هنحقق بطولات كتير ان شاء الله، ونبعتكم الفتره الجايه بطولات كتير ان شاء الله، السوبر حق السوبر ان شاء الله باذن الله المصري، والسوبر الافريقي ان شاء الله، والافريقيا ان شاء الله باذن الله العشره السنه دي ان شاء الله. مبروك يا حسين. حبيبي امير، الله يبارك فيك يا حبيبي.